مليار جنيه لصفقات الاهلي وقرار عاجل من كولر، مفاجاه رمضان صبحي والشيبي مع الزمالك. انا هايدي عادل وده برنامج خدها مني. حالة من القلق بيعيشها جماهير الاهلي الايام اللي فاتت بعد الجدل الكبير اللي بيحصل في اخبار الصفقات ومين هيجي ومين هيمشي، وكمان كل شوية يتقال على نجم كبير انه خلاص وقع للاهلي، وبعدين تطلع اخبار جديدة من جوه النادي الاهلي وتقول لا مفيش الكلام ده. طب يا ترى ايه الكلام الحقيقي في موضوع صفقات الاهلي، وهل فعلا الجماهير من حقها تقلق؟ احنا قررنا ان ما يبقاش في اي اجتهادات في الموضوع ده، ورجعنا لاكتر من مصدر في الاهلي علشان يقولوا لنا ايه الحقيقه وايه اللي بيحصل دلوقتي. وقالوا مفاجاه كبيره جدا، وهي ان اغلب الصفقات اللي كل الناس بتتكلم عنها دلوقتي هي يحيى عطيه الله ومحمد علي بن رمضان، كلها ما وصلتش لمرحله المفاوضات من الاساس مع انديتهم، وكل اللي بيحصل ده تسريب من الوكلاء علشان الجمهور يكون ورقة ضغط على الإدارة علشان الصفقات تتم مش أكتر. وكمان عرفنا إن لعيبة معروضة على كولر، ولكن هم مش الاختيار الأول، وفي لعيبة تانية خالص هي اللي بيتم التفاوض معاهم في سرية تامة دلوقتي علشان تتم بدون أي ضجة إعلامية. لكن في حالة فشلها هنا الأهلي ممكن يفكر يتدخل في مفاوضات رسمية مع الثنائي اللي قلنا عليهم. كمان من مصادرنا في الأهلي أكدت إن الإدارة رصدت 500,000 جنيه علشان الصفقات الجديدة، والأسماء هتكون مفاجأة لكل جماهير. ونروح بقى للزمالك، واللي قدر في الساعات اللي فاتت إنه يحل أزمة مستحقات اللاعبين بعد ما خدوا قرض ب 70,000,000 جنيه علشان يسددوا مستحقات اللاعبين سواء في الكرة أو الألعاب الأخرى. كمان مجلس الإدارة كان حاسم جدا في الرد على مصير انتقال الثنائي محمد الشيبي ورمضان صبحي من بيراميدز للقلعة البيضاء بعد نهاية الموسم، وأكدوا إن مفيش أي مفاوضات نهائيا بين الطرفين، وإنهم كمان لو انتقلوا لبيراميدز هتكون قيمة الصفقتين أكبر بكتير من إمكانيات نادي الزمالك دلوقتي، وبالتالي كده التفكير هيكون كله في التعاقد مع لاعبين من الدوري، لكن يكونوا على قد طموحات جماهير الزمالك. وبكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة. استنوني في الحلقة اللي جاية علشان أكمل لكم أخبار الميركاتو واللي شكلها كده فيها مفاجآت كتيرة جدا الموسم ده.